بنيسان 2020 أعلنت السلطة خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، خطة أعدتها شركة لازار. الخطة ما كانت مثالية، بس قدمت أربع معايير واضحة. على مستوى الودائع، ضمنت الخطة سداد 98% من الحسابات المصرفية واعتماد هيركة تصاعدي على الودائع الكبيرة، تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل أساسي من جيوب المصارف وأصحابها ومش من المال العام، تفاوض مع الدائنين المحليين والأجانب لجدولة الدين العام وتخفيض قيمته، تعويم سعر صرف الليرة وإلغاء أسعار الصرف المتعددة. خطة لازار بقيت حبر على ورق. قعدت الانقلاب عليها لجنة المال والموازنة اللي بيترأسها النائب إبراهيم كنعان واللي بتضم جميع القوى السياسية. تبنت اللجنة الملاعيب المحاسبية اللي بتسمح بإخفاء الخسائر لتفادي التعامل معها. ليش شو في غلط إذا رجعتوا أرقامكم؟ شو المشكلة؟ ليش عم تعتبروه اعتداء من المجلس النيابي؟ سقطت خطة لازار وتوقفت المفاوضات مع صندوق النقد بحجة الخلاف على الأرقام. Core of the issue is whether there can be unity of purpose in the country. البديل عن الخطة المعلنة كان مجموعة تدابير اتخذت بالمفرق يلي إذا منجمعها بتبين معنا خطة بديلة عم تتنفس خطوة خطوة بلا ما حدا يتبناها. بعد تزوير لجنة المال لأرقام الخسائر، تحرك مصرف لبنان لمنع توزيعها بشكل عادل، وبدل ما يستعمل الاحتياطي لتسديد الودائع الصغيرة والمتوسطة، أطلق مصرف لبنان مجموعة تعاميم مثل التعميمين 151-158 اللي بتسمح بتسديد ودائع الدولار بالليرة اللبنانية وبأسعار صرف استنسابية. بهيك تعاميم خسروا المودعين مرتين، مرة من خلال الهيركت على ودائعهم ومرة تانية من وراء طبع الليرات اللي بيؤدي لتدهور سعر الصرف. بالمقابل تخلصت المصارف بهالتعاميم من قسم من الودائع بالدولار وسددتها بالليرة، وبدل ما تضطر المصارف تزيد رساميلها من خلال مساهمين جداد أو سيولة جديدة فعلية، سهل المصرف المركزي للمصارف تضخيم رساميلها على الورق بشكل وهمي عبر إعادة تقييم عقاراتها، وسمح لها تبيع موجوداتها بالخارج وتحط قيمة هالموجودات بحساباتها برا. مصير الودائع المتبقية مجهول إلا للمودعين المتنفذين اللي قدروا يهربوا أموالهم لبرا بغياب الكابيتال كنترول. خطة الظل ما خدمت المصارف بس، خدمت التجار والمستوردين كمان. بدل توحيد أسعار الصرف، اعتمدت السلطة سياسة الدعم لاستفاد منها المستوردين النافذين اللي قادرين يهربوا البضاعة على برا. وبغياب سعر صرف حقيقي، استفادت نفس الطبقة من تسديد الضرائب ودفع رواتب موظفينا على أسعار صرف زهيدة. نحن هول المصارف وسايبينه بالسرعة، نحن تعبانين وشايرين فيهم. خطة الظل ما كانت الخطة با، خطة الظل كانت من الأول خطة ألف، الخيار الأول اللي روج له النظام لتفادي تطبيق الخطة المعلنة. Go for it.